يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما معنى هذا القول الأعمال بالخواتيم، وهل هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مأخوذ من الحديث إن أحدكم ليعمل عمل أهل النار كما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة يدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار، يرتد عن دين الإسلام يدخل النار. نعم، الأعمال بالخواتيم. نعم.